ليبيا وإهانة الليبيين وقفنا ضدها، والطرف الثاني رعاها أنها الحرية والديمقراطية ودبي وبراس العالي نطحت السحاب. هذه حاجة، هنا اختلفنا وهنا تقاتلنا ووضعت الحرب أوزارها في 2010 في مقتل معمر القذافي، وقتل معمر القذافي ووضعت حرب وانهزمنا ونعترفوا بها، هزمنا. ان الطرف الثاني استعان بما يسمى المجتمع الدولي، واحنا نراه استعمار، استعمار كافر بغيض هو اللي كان يدرس هذا. وصلنا، وبدل من يطلع علينا شيخ القضاء وزير العدل، بدل ان يطلع يكون للرسول صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة، يقول فمن دخل بيتي فهو امن، من دخل قريته فهو امن، من دخل مدينته فهو امن، من ترك السلاح فهو امن، واللي بين اخوة متحابين ونلموا بعضنا ونلموا مطراف بعضنا ونداوي جراح بعضنا. جعلنا غنيمة، بسم الله اكبر، بسم الشرعية، شرعية التوار، دخلوا بيوتنا، حرقوا علينا قرانا، مدن حرقت باسم الشرعية، صدقوا علينا باسم الشرعية وباسم الله اكبر، ويكبروا علينا بينما نحن كنا ليبيين. والوحدة من ويجب ان قبل ان نوصل المصالح الوطنية نوصل المسلمات. المسلمات الاولى ان نظام عمر القذافي كنا شركاء فيه، اذا احسن اللي بين كلهم احسنوا، اذا اساءوا اللي بين كلهم اساءوا، احنا كنا شركاء فيه. لكن الديرالية بدايتها حلال ونهايتها حرام، يفتح الله نقلوها جميع مرحلة معمر القذافي، لأن كنا شركاء. وين القبيلة؟ وين المنطقة؟ وين القبيلة اللي ما شاركت في عهد معمر القذافي؟ كنا تطفولة يا أبو عباد، دونك 3 ملايين، مش كنتوا يهتفوا فيها؟ اليوم قلناها القبائل الشريفة، قلت 42 سنة من نظام معمر القذافي، والله قال لنا 42 سنة قال لنا اكتفنا اعراض. لكن حاجة واحدة يا ترى نسأل السؤال هذا، من يقدر اليوم يطلع ويتحمل 3 سنوات نكبة 3 سنوات الماضية؟ من يطلع ويتجرأ يقول انا قلها؟ احنا قال لنا 42 سنة، صح اخطينا، في اخطاء ارتكبت، ما كان ملايكة، واخطاء احنا وخير الخطائين التوابين نعترفوا باخطائنا، اخطينا صحيح، لكن ما همشنا. جميع القبائل، جميع المناطق كانت في النظام وشاركت في النظام واستفادت من نظام، ما في حد كان فوق راس ريشه. هذا موضوع، وموضوع المصالح الوطنيه، ليبيا ما تلمهاش الا مصالحه وطنيه، ولابد من مصالحه وطنيه. كيف ما نطلع من الموضوع اللي جاي من اجل اليوم؟ هي أول بند في المصالحة الوطنية في مبادرة من 6 نقاط، هي خطوط حمر لا يمكن تجاوزها على القبائل الشريفة والمناطق المحسوبة على النظام اللي يسموا فيها قبائل مارقة ومناطق عاصية. اليوم احنا عندنا 6 نقاط، 6 خطوط حمر لابد منها. كيف نجلس مع الطرف المقابل لإنقاذ ما يتم إنقاذه من الوطن؟ لأن الوطن ضاع. اليوم ليبيا بلا هيبة، بلا كرامة، بلا شرف، أموالها ضاعت، شبابها ضاع، دم الليبي اصبح ارخص دم في الكنايس موجود، المراه الليبيه اصبحت ارخص ثوم من التونسيه والمصريه، وكانت عندنا هيبه وعندنا كرامه. لكن نجول 6 النقاط، النقطه الاولى هي عوده اللاجئين الليبيين اللي في الخارج بدون قيد او شرط، واعاده تعويضهم في اموالهم وارزاقهم وتعويضهم ماديا ومعنويا. هذه النقطه الاولى. وإذا قالوا هم في منهم أشخاص سفك الدماء، تفضلوا احنا أهلهم قبائلهم نجيبوهم للقضاء. لما يكون في قضاء، لما يكون في شرطة قضائية، لما يكون في جيش، لما يكون في عدالة انتقالية. اليوم إذا هم ارتكبوا جرم تحت نظام، كانوا تحت قانون تحت نظام، فليتحاسبوا. واحنا أول قبائل نحن طالبين المحاسبة من 1969 الى 2014 كل التحاسب. حتى اللي قادوا هم الان يطالبوا في محاكمة الزام النظام واتباع النظام واللي كانوا في النظام، واحنا نطالبوا بمحاكمة امراء الحرب، امراء الميليشيات اللي باعوا ليبيا ودمروها وجابوا الاستعمار، لابد من محاكمتهم.
النقطة الثانية عودة المهاجرين الليبيين اللي في الداخل، اللي دمرت قراهم ومدنهم ومداينهم، دمرت بيوتهم، حرقت فقروسهم. هذه لابد من عودة جميع القبائل ترجع بدون قيد وشرط، وإعادة أعمال القرى والمدن والواحات لابد منها، وإعادة تعويضهم في أرزاقهم وفي أموالهم وفي دمائهم لابد منها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تشكيل لجنة تقصي حقائق. لازم نشكل لجنة تقصي حقائق. يوم 14 فبراير طلعت ناس عندها مطالب اجتماعية، مطالب حقيقية، فلنشهد انها مطالب حقيقية. لكن يوم 17 فبراير تم القفز عليها وتحويرها ومنها وصلنا لما وصلنا اليه الان. النقطة الرابعة خروج السجناء الليبيين من افراد الشعب المسلح والسياسيين اللي كانوا يقودوا في المرحلة. يجب من خصح وبعدين نحاكمه. نبدو في المحاكمة من 1969 الى 2014. كل من ساهم في تضييع اموال ليبيا او دماء الليبيين فليتحاكم بينه وبينهم القانون وبينه وبينهم القضاء. خامس حاجة ولابد منها ولا يمكن التنازل عليها ولا يمكن نجلسه في طاولة مستديرة تلمنا. خامس حاجة تسليم جتامين ابناء القبائل من اعلى النظام، من معمر القذافي الى اخر متطوع، حتى الشيعة ذبحوا صدام حسين في يوم الجمعة، سلموا الهلا دفنوه وكرام الميت دفنا. اما يهينوا قبائل ويهينوا مناطق ويهينوا صف، هذا لن نسمح به. لابد من تسليم الجثامين بالكامل وتدفنهم قبائلهم وهلهم، وطلعونا المغيب يكشفونا عن مصير المغيبين. هذا اذا اردتم الحل. واليوم انا نبي نقدم من وجه كلامي لثلاث قبائل، لان هذه تعتبر قبائل ام في ليبيا، ورشفانه وترهونه وبن وليد. بنسموا باقي القبائل العجلات، الصيعان، الاصابعه، الشميل، رجدالين، نوحي الاربعه، القدادفه، الحساونه، المشاشيه، الربايع، التوارق، التبو، المحاميد، السكا، اولاد محمد، جميع القبائل عن ما ننسى، جميع القبائل. يجب انها الان تحزم امرها. الان اعطينا فرصه 3 سنين ان الوضع يتعدل. والوضع ليبيا ضايعه اليوم، عقاب، عزوز، شمطاوه كلها تراب، سنة طيحات تبرو من بين القبائل وينسونها في البنزين والكوسكسي. يا جماعه تو انت لما تدير محل وتدير شركه مش في نهايه العام تجرد، لما تزرع مش نهايه العام تحصاد. يا جماعه تعالوا يا الطرف المقابل يعمزوا يجلسوا على عقولهم. وين وصلت ليبيا بعد 3 سنين من 17 فبراير؟ وين وصلت ليبيا؟ الى وين وصلتوها ليبيا؟ وين ماشيه ليبيا؟ يجردوا. يعني اليوم 2 مليون لاجئ ليبي في الخارج، 500 الف مهجر في الداخل. اليوم السجون الليبيه اصبحت سجون ظلام، سجون سريه. يعني اللي تار يوم 17 فبراير وطلع تاير مش تار من اجل الظلم. اليوم يا اخوتنا وقعتونا في ظلمات. اليوم ليبيا وقعتوها في ظلمات. طلعت ضد السجون. اذا كان فيه 100 سجن درتوا لنا 10,000 سجن. اذا كان فيه قانون وفيه شبه قانون او محاكمه، اليوم الليبيين يموتوا بلا محاكمه في الشوارع وفي الكنايس. اذا كان الليبيين كانت 6 مليون عايشين متاخين في وفاق اجتماعي، في وفاق قبلي، كنا نحن على بعضنا وما نفرزوا بعضنا من بعضنا. الان الليبيين تاروا فيهم الحرب القبليه والنعره القبليه، واصبحنا اليوم في تهجير عرقي في ليبيا. اليوم 2.5 مليون ليبي مهاجر في الداخل وفي الخارج. ونطلب الله السلامه، سامحوني كي طبعا.